سبعة عقود أو تكاد على وجود الإخوان المسلمين في ميدان العمل السياسي الأردني، تميزت بالمد والجزر مع الحكومة دون أن يحدث الطلاق البائن كما في دول أخرى، بل في بعض الأحيان اتهم الأردن بدعم الإخوان كما حصل في سوريا في مطلع ثمانينيات القرن الماضي. وبينما حضرت الأحزاب في الأردن منذ الخمسينيات وحتى نهاية الثمانينيات، كان الإخوان نشطين تحت مظلة العمل الخيري عنوانا والسياسي فعلا. إذن لم تقطع الشعرة بين القصر والإخوان طيلة العقود الماضية، وكان سقف مطالبهم لا يتعدى بوابته الرئيسة. ومع نهاية عقد الثمانينيات أصدر الملك الراحل حسين قرارا بإعادة الحياة الديمقراطية في الأردن، فكانت انتخابات حصد فيها الإخوان 22 مقعدا ورئاسة المجلس لثلاث دورات متتالية. توترت العلاقة مع انتهاء عمر المجلس النيابي بصدور قانون الصوت الواحد، وتقلصت مقاعد الإخوان إلى 17، في حين وصل التوتر في الدورة التالية عام 97 إلى حد مقاطعة الجماعة تحت اسم حزب جبهة العمل الإسلامي للانتخابات. منذ تأسيس جماعة الإخوان المسلمين إلى مرحلة تقريبا منتصف الثمانينات كانت العلاقة فيها قدر من الاحتواء النظام لجماعة الإخوان المسلمين، قدر كبير من التعايش، وصل في بعض الأحيان إلى التحالف في مواجهة المد القومي واليساري، ومن ثم في مواجهة امتداد المنظمات الفلسطينية في السبعينات، وسمح النظام لجماعة الإخوان المسلمين بالتجذر والامتداد لملء الفراغ في المجتمع الأردني من أصل فلسطيني بين هلالين إلى منتصف الثمانينات. منذ منتصف الثمانينات بدأت الشكوك تساور النظام في علاقته مع الإخوان المسلمين، إلى أنه أحداث المعارف في 89 والانتخابات النيابية في 89 أدت إلى طفرة في العلاقة مع النظام. شارك الإخوان المسلمين في حكومة مضر بدران ودخلوا الانتخابات وحظوا بدور كبير، ثم جاءت أزمة الخليج وعززت من هذا الدور السياسي، إلا أنه هذه كانت مرحلة مؤقتة. بعد ذلك بدأت منذ بداية التسعينيات إلى 1999 ما يمكن أن نسميه بمرحلة الفجوة بين النظام والإخوان، إذ بدأت الفجوة في رؤية الطرفين للمصالح واضحة. دخلت الدولة في مفاوضات السلام، أقر قانون الصوت الواحد، تحولت جماعة الإخوان المسلمين من قوة محافظة تؤيد النظام إلى نظرة النظام لها بوصفها قوة تغيير، وأبرز قوة في الشارع الأردني احتلت محل القوى الشيوعية واليسارية. ومع هبوب رياح ما يعرف بالربيع العربي بدا المشهد غامضا في الأردن، فالحكومة والإخوان كل من زاويته ينتظر نتائج التحركات التي هزت عروشا وأسقطت أنظمة. وكان للتجربة المصرية بتداعياتها ووصول الإخوان إلى الحكم في مصر الأثر الأكبر، فظل الترقب سائدا مع خروج بعض الأصوات من رحم الإخوان ترفض التجربة المصرية وتنادي بتبني المجتمع للإصلاح دون أن يرتبط بالإخوان عنوانا، بل بمبادرة يكونون شركاء فيها مع الأطياف الأخرى. وهنا بدأت قصة زمزم. الربيع العربي عزز من الشكوك بين الطرفين، عزز من الأزمة بين الدولة والإخوان، وتحديدا وصول الإخوان إلى الحكم في مصر في مرحلة مرسي، ومن ثم اشتعال الثورة السورية تباينت أو تناقضت رهانات الطرفين الدولة والإخوان. الدولة في الأردن راهنت على أن الربيع العربي غمامة صيف عابرة، وراهنت على أنه حكم الإخوان في مصر سيثبت فشل الجماعة، بينما راهنت الجماعة على أن ما يحدث في المنطقة سيدفع النظام الأردني ويضغط على النظام الأردني للقبول بشروط جماعة الإخوان المسلمين. بالضرورة من الرهان الذي نجح هو رهان النظام الأردني. الأوضاع في سوريا تدهورت، الرئيس محمد مرسي خرج من الحكم، والإخوان اليوم يمرون في أكبر محنة تاريخية. ثلاثة من قادة الإخوان ومن مطلقي المبادرة كان نصيبهم الطرد من الجماعة وبقرار من محكمتها، ليردوا على الجماعة باتهامها بالتحجر والتقوقع والابتعاد عن القواعد الشعبية، وليمتد الشرخ إلى داخل الجماعة نفسها مع تهديد عدد من قيادات الجماعة بتقديم استقالات جماعية احتجاجا على قرار المحكمة. زمزم هي نتائج أزمة الإخوان الداخلية،
هنالك تيارات يتنافسان يتصارعان منذ سنوات طويلة في جماعة إخوان المسلمين. ازداد الصراع خلال السنوات الماضية، وصل إلى مرحلة من استنزاف الجماعة داخليا، من اشتغالها بملفاتها الداخلية وأوضاعها الداخلية وصراعاتها الداخلية على حساب اهتمامها بالشأن العام، وأكل ذلك من رصيد الجماعة سياسيا واجتماعيا وحتى أخلاقيا لدى الرأي العام الأردني، للحرب الإعلامية الداخلية التي اشتعلت بين جناحي الجماعة، ما يسمى الجناح المعتدل والجناح الصقور. زمزم جاءت نتيجة لشعور عدد من قيادات الحمائم بعدم جدوى استمرار في الصراع داخل الجماعة، ومحاولة البحث إلى فضاء خارج جماعة الإخوان المسلمين لتقديم آرائهم الإصلاحية والسياسية. وكانت أيضا التقاط من هذه القيادات لأخطاء الإخوان المسلمين في مصر وطبيعة التعامل مع المرحلة الانتقالية. إذن مرة أخرى تنتقل كرة القرار إلى ملعب الإخوان في الأردن، سواء برغبتهم أو دونها، فيغدو الانقسام الذي هددها قبل أعوام قليلة مرشحا للتكرار. يومها كان الاتهام بأن قرار الجماعة يصدر من الخارج، وقسم ذلك الجماعة صقورا وحمائم، واليوم شبح الانقسام يخيم من جديد ويشي بمراجعة كاملة لسياسة الجماعة وارتباطها بقواعدها على الأرض ومع الحكومة في آن. إذن فالإخوان المسلمون في الأردن يواجهون معضلة امتعاض بعض كوادرهم من تعامل صقورهم مع ملف الإصلاح، وإصرار هؤلاء الصقور على أن يكون التنظيم هو المرجعية الوحيدة بغض النظر عن الواقع الذي يعيشه الأردن. نايف مشاقبة، سكانيوز عربية، عمان.